اوكي. مساء الخير. نشكر رب لاجل تجمعنا وجها لوجه في مؤتمر دوام دكتورز وذ ميشن ال 14. قد ايه فرحانين بالرب اللي ادانا الفرصه دي. بنشكر رب جدا لاجل سلامه وصولكم، ونصلي ان يكون في وقت طيب كلنا نتمتع فيه بسماع صوت الرب. نشكر رب لاجل احبائنا في قناه الكرمه اللي تفضلوا وبينقلوا لنا بعض فقرات المؤتمر في بث مباشر، وشكرا للحبايب اللي بيقوموا بالتصوير. حابب قبل ما نبدا فقراتنا المسائيه مع اخونا الاخ باسم شكري ان احنا ناخد دقائق في الصلاه نطلب وجه الرب على وقتنا اللي جاي. من أجل جودك ومرحمك وأحساناتك، شكرا ليك من أجل سلامك اللي يختبر حقيقة وسط الظروف الصعبة. شكرا ليك من أجل وقتنا حواليك اللي يفرق فينا معاه حضورك، واللي يفرق فينا معاه إن احنا نتقابل مع شخصك. بنضع وقتنا كله بين إيديك ليكون لمجد اسمك، وأيضا ليكون لنتمتع به بوجود شخصك في وسطينا بصورة واضحة. ونطلب وجهك، ولنا امتياز أن نلتف حول شخصك، ولنا أيضا امتياز أنك تسمع وتستجيب. لكل الشكر، أمين. مبسوطين مرة تاني ليكون معنا أخونا باسم. الرب يباركك أخ باسم، اتفضل. أمين. خلونا في بداية وقتنا نقول له يا رب أنت عالي جدا في عينينا، علوت جدا أيها الرب الإله، علوت جدا في الأرض وفي السماء. تعالوا من قلوبنا نقول له الكلمات دي، نقول له يا رب ساعدنا مش بس نكون بنقولها بشفاهنا وبأفواهنا، لكن نبقى مختبرين ده وشايفينه قدام عينينا أنك إله عظيم جدا وقدير وعالي جدا قدامنا يا رب. أمين. تعالوا كلنا نقول للرب الكلمات. عزا لك
مجدا عزا لك، لك عزا اسمك هاليلويا فوق السماء، انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي، فوق السحاب ومالي الكون عالي، هتشوف ملكك كل العيون عالي. ملك الملوك وجلالك، ملك الملوك وجلالك، هاني الوجود حوالينا ويقبل بيته قدامك، اسمك عالي يا فدي. كمان مرة تاني، ملك الملوك وجلالنا هاني الوجود حوالينا ويقبل بيته قدامك، اسمك عالي يا فدينا، دي الأنهار بتسقف لك، تعزف لك يا رب بكلمة منك، كل الملوك تخضع لك انت. امين يا رب. فوق كل اسم مهما يكون عالي، فوق السحاب ومالي الكون عالي، هتشوف ملكك كل العيون عالي، انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي، عالي فوق السحاب ومالي الكون عالي، العيون عالي. تعالوا نقف مع بعض كلنا كمان ونقول له ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور اراضينا يا عجيب، ساعدنا يا رب وهنفضل نغنينا وهنعيد بمجيئك، نرفع رايه انجيلك يا عجيب. كمان مره تاني، ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور اراضينا يا عجيب، نفضل يا رب وهنفضل وهنعيد بمجيئك، نرفع رايه انجيلك يا عجيب، يا عجيب يا بشير يا اله يا قدير يا ابد ابدي يا رئيس السلام، يا عجيب يا إله يا قدير يا أبد أبدي يا رئيس السلام، انت الله انت الله متجسد والمسيح المتمجد والخليقة بتردد يا عجيب، انت مشتاق الأمم ليك الأمن والنعم ليك الحب والنغم يا عجيب. كمان مرة تاني، انت الله متجسد المسيح المتمكن والخليقة بتردد يا عجيب، انت مشتاق الأمم ليك الحب والنغم يا عجيب، يا عجيب يا مشتاق يا إله يا قدير يا أبد أبدي يا رئيس السلام، يا عجيب يا مشير يا إله أبدي يا رئيس السلام. وإحنا واقفين خلونا ناخد كمان نص دقيقة في الصلاة، قولوا ساعدني يا رب أكون مقتنع باللي بقوله في محضرك وبرنامه، وساعدني يا رب أبقى عارف وشايف قدام عيني طول الوقت إنك إله عظيم وقدير جدا، إنك عالي يا رب، إنك إله عجيب في كل طرقك وأفعالك، فيملاني السلام لما أشوف المشهد ده قدام عيني طول الوقت.
لما أشوفك بس أتملي بالسلام، ومحدش غيرك يقدر يقول السلام لكم، محدش يقدر يقولها لأنك رئيس السلام. فخليني أسمعها منك النهاردة وفي كل وقت المؤتمر، السلام لكم. إحنا محتاجين ده قبل ما ننادي بيه للعالم حوالينا، إحنا محتاجين نتملي بيه. كنا بنسمع من شوية سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم، إحنا محتاجين سلامه اللي يحفظ قلوبنا وأفكارنا في شخصه. صلي قول يا رب محتاج سلامك يملاني أنا في الأول، املاني بسلامك وانا في محضرك وقدامك يا رب. تعال قول له معايا الكلمات دي وانت بتصليها، قول له يا رب عندي سلام لاني واثق فيك وفي كلامك مش في اي حاجه تاني. الكلمه منك مش اوهام، والوعد قلته مش احلام، الكلمه ثابته ووعدك حق، وانت على وعدك صبران. ما هو انت رب ومش انسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق امين مش هقبل شك، اصلك امرت ومش نم. ساعدني جايين وواثقين انك حي موجود يا رب، بنتركك ماسكين في وعدك، انك جاي بجود عظيم للي استنى. موجود يا رب بنتركك، الهي حي بنستنى. رب الخليقه وكل اللي عندك يا رب، عندك مساني تدي ضمان. لو الجبال رح يوم تنهد، مش رح يزول عنا بالنعمة تسند، بالنعمة تسند ضعف القلب، وبكلمة تشفي من الأحزان، الخوف تقابله بغمر الحب، تزيله فيزيد الإيمان. جايين موجود يا رب بنتركك، ماسكين في وعدك، انك جاي بجود عظيم للي استنى. موجود يا رب بنتركك، الهي حي. قول له كلمتك ثابته يا رب، حقيقه مع كتر الاوهام، وحتى لو للشك مكان، دي ليها وقت اكيد هتبان. هضاب جبال وسهول وديان، كل اللي هتدوسه الاقدام، ميراثي هملك رغم الحق، مغلوب عدوي ومش شتان. جايين وواثقين انك حي موجود يا رب، بنتركك ماسكين في وعدك، انك جاي بجود عظيم للي استنى. موجود يا رب بنتركك، الهي حي بنستنى. كمين اتفضلوا. موجود يا رب وبنترجاك انك تملانا بالسلام الحقيقي مش المزيف، مش السلام اللي بينادي بيه العالم حوالينا ومش قادر يحققه فعلا، لكن انت بتقول وبتعمل. عشان كده المرنم هنا بيقول له ثقتي فيك وفي كلامك، مش في الظروف حواليا ولا في الناس ولا في نفسي. ما اقدرش ابص على اي حاجه من دول واقول السلام يملاني، ما ينفعش. لكن الكتاب يقول انه سلام الله هو اللي يملى القلب والكيان والفكر ويحفظ قلوبكم وافكاركم. وكلمه يحفظ في الكتاب جايه بمعنى جميل قوي، جايب معنى جيش واقف بيحرس حدود منطقة علشان ما يدخلش حد غير مرغوب فيه. فكأنه الرب عايز يقول لنا ان سلامه لما يملأ قلوبنا وأفكارنا يمنع الهم ويمنع القلق ان يدخل. ده معنى الكلمة، ان سلام الله لما يملانا ويملأ أفكارنا، الهم يحاول يدخل يقول له لا، مش انت ممنوع، انت ضيف ثقيل، مش هينفع تدخل الى هذا الفكر. سلام الله يحفظ قلوبكم وأفكاركم. الشخص ده أكيد أكيد لغة حياته طول الوقت وعلاقته بربنا بيقول له أنت ملك الملوك وسيد
الأسياد، ليك السلطان وحدك. لو واحد عايش باللغة دي ولو عايش بالاختبار ده في يومه، وكلنا بنصلي إن رب يساعدنا نكون كده طول الوقت وفي كل يوم وفي كل الأوقات والظروف. أقول يا رب خليني واثق إنك ملك الملوك وإنك سيد الأسياد وإنك متسلط على الكل وإنه مفيش تفصيلة بتعدي منك. ساعتها لما أثق في ده وأشوفه قدام عينيا هتميلي بسلامك، ساعتها مش هقول الهم ولا خاف. تعالوا نقوله الكلمات دي، أنت ملك الملوك سيد الأسياد وأنت ليك السلطان وحدك رب العباد. أمين. يلا كلنا نقول الكلمات دي. يلا مع بعض. ملك الملوك وحدك سيد الأسياد، ليك السلطان وحدك رب العباد، كل القدرة كل القدرة ليك يا الله، انت الإله وعندك كل الحكمة. كمان مرة تاني قوله ملك الملوك سيد الأسياد، ليك السلطان وحدك رب العباد، كل القدرة من انت الإله، انت الإله وعندك كل الحكمة، ليه أخاف وأنا ليه أخاف، وانت الإله قلوب الملوك بإيدك كدوى المياه، وأنا ليه أخاف، وانت الإله قلوب الملوك بإيدك جدوى المياه. أفكارك أفكارك عجيبة عن فكري بعيدة، لكن بإيماني مصدق فيها وسط الأوجاع وفي الأتعاب. تفتح أبواب مرة تاني قول له اقنعني، أفكارك عجيبة عن فكري بعيدة، لكن بإيماني مصدق فيها وسط الأوجاع، وسط الأوجاع وفي الأتعاب. تقدر يا رب تفتح أبواب وأنا ليه أخاف، وانت الإله قلوب الملوك بإيدك جدوى المياه، وأنا ليه أخاف، وانت جدوى المياه، وتطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح بابه مش مقفول. قول لي تخاف ليه، قول لي تخاف ليه، متشال معنيه منقوش بإيديه، شعرك معدوم ربنا موت، ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش وملوش حدود، ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود. لا أكح
حي ما بينامش وملوكش حدود. يا طوباك يا هناك يا طوباك يا هناك. والفرح يوم ربنا موجود ما تعلش الهم ما تخافش ربنا موجود. ده إلهك حي ما بينامش وملوكش حدود. لو ماسك فيه لو ماسك فيه ساعدنا ومسلم وعليك على طول مسنود. تهدي الأسوار وتعدي بحار لا يهمك نار ولا جب أسود. ربنا موجود ما تعلش الهم ما تخافش ربنا موجود. إلهك حي ما بينامش وملوكش حدود. بتقاسي كتير بتقاسي كتير ليك رب كبير. كل ده للخير وده شيء مقصود. يشفي ألامك ده هيشفي ألام وهيدي سلام. مش بس آيات ربنا موجود ما تعلش الهم ما تخافش ربنا موجود. ده إلهك حي ما بينامش وملوش حدود. آخر مرة نقول لنفسنا ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود. ده إلهك حي ما بينامش وملوكش حدود. اعتقد المرنم مش بيقولها لحد قد ما بيقولها لنفسه كل يوم. محتاجين نقول لنفسنا كده مش بيني وبين نفسي لكن في صلوة. مرنم قاعد قدام الرب بيقول اطمن روح لطبيب الروح. هو اللي يخليك تقدر تردد الكلام ده. الرب لما قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا اعتقد من ضمن الحاجات دي انه حتى اعمل املى نفسي بالسلام او اشجع نفسي. مفيش كده. يمكن العالم حوالينا بينادي بانه حاول تشجع نفسك وتقول لنفسك بس حتى دي ما اقدرش اعملها لوحدي. لكن اقدر اعملها في محضره. اقدر اقول يا رب سمعني كلامك وهمس صوتك وكلمني بوعودك اللي كنا بنرنم عنها من شويه. فاقدر اتسند عليك واقدر اقول في محضرك وانا ليه اخاف وانت الاله اللي كشفتلي عن نفسك وعن ذاتك في كل مره بقعد فيها قدامك واستمتع بيك. وأقوم من قدامك ومن محضرك وأنا بغني الأغنية الجميلة بقول لك سر السلام والفرح والراحة الحقيقية والثبات والاستقرار اللي جوه قلبي أنت. أنت اللحن اللي بغنيه واللي مخليني هايم رغم الظروف ورغم الحاجات الكتيرة اللي تقلق. لكن ممكن الناس تشوف على فمي وفي لساني أغنية مختلفة برغم أن نفس الظروف اللي عند الناس هي اللي عند المؤمن. لكن يقدر يقول فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي حتى لو خسر حاجات كتير قوي. في واحد بإرادته بيخسر. خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها. أنا حاسب الحسبة صح فعلشان كده عارف كويس قوي إن ده نفاية وإن سلامي وراحتي وسلامي معاه وفي علاقتي الحقيقية بيه. تعالوا نقول له الكلمات دي. نقول له أنت اللحن وأنت السند وأنت سر الفرح الحقيقي في الغربة الصعبة اللي أنت عارف تفاصيلها أكتر مننا واللي أنت عارف صعوباتها أكتر مننا. فعلشان كده رب لما بنتسند عليك بتعرف تسندنا وتشجعنا كويس قوي. امين. تعال اقول له معايا الكلمات دي. قول له ساعدني تبقى انت طول الوقت اللحن والاغنيه وسر الفرح والسلام الحقيقي في قلبي يا رب. انت اللحن بغني لا
هايم في كلامه معني قبض في قلبي وعايش بيه عمري الجيح كمان مرة انت اللحن اللي بغني هايم في كلامه معني قبض في قلبي وعايش بيه الجيح شهوة قلبي قلبي سمايا لذت عمري وعمري تفي انت غنايا وسر غنايا والتسبيح اللي اهتف بيه شهوة قلبي قلبي سمايا لذت عمري وعمري تفي لحن الالحان اسمك نغم الأدغام حبك يا يسوع لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأدغام حبك رحلة حب رحلة حب وتاخدني إليه وبترحالي شوق ساعدني يا رب عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا وساكن في رحلة حب وتاخدني إليه وبترحالي عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا وأنسى مكاني أنسى مكاني وأنسى زماني وأنسى الكل وأفكر فيه واسمع صوته بين لكياني ده اللحن اللي انا عايش فيه انسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر واسمع صوته بين لكياني ده اللحن اللي انا عايش فيه لحن الالحان اسمك يا يسوع تعالوا نقف مع بعض نغم الأنغام حبك يا يسوع اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع عالي الفوق أنا رافع إيدي عندك ملكي وعزي وسيدي وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت مش راح تساعدني أقول كده بعز مش عاوز حاجة إن كانت مش راح تر أبدا 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 ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملع يويك فيني في الرباس اللي تجوب بإيدين أبدا أبدا ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملع عني يويك فيني في الرباس اللي تجوب رافع إيدي فخر ومعنى أنت يا صاحبي وعد بتضمن انك تصنع علي اللي فعلا حط رجاء ايامه فيه انك تصنع علي اللي فعلا حط رجاء ايامه فيك ابدا ابدا مش مستني حد من الدنيا يطمن او مسنود على غيرك لكن سندي هيكون كل عليك ابدا ابدا مش مستني حد من الدنيا يطمن او مسنود على غيرك لكن سندي هيكون كل عليك رافع ايدي بنصرة وبهتم طاير زي النسر برفرف عالي عالي
قدامي وانا بشهد ليك ابدا ابدا مش متساع وحدي هنا في دنيا الاتعاب مليان قلبي سلام من وعدك رب المجد بذاته حبيب ابدا ابدا مش متساع وحدي هنا في دنيا الاتعاب مليان قلبي سلام من وعدك رب المجد بذاته حبيب. امين. اتفضلوا. خدمة أطباء لهم رسالة هدفها إنها تشجع مش الأطباء بس لكن كل العاملين في الحقل الطبي، أطباء وصيادلة وعلاج طبيعي وأسنان وتمريض وطلبة، على إنهم يكونوا ملح ونور، إنهم يستخدموا المجال اللي بيشتغلوا فيه علشان يكون مكان إنهم يشهدوا من خلاله على اللي ربنا عمله فيهم. عشان كده لما نقول أطباء خلونا نبقى فاهمين إحنا مش بنقصد بس الأطباء. عنوان المؤتمر سلام لكم. أكيد واخدين بالكم من كم الضغوط اللي إحنا بنعدي فيها، مش بس كدكاترة، يمكن اللي عاملين في المجال الطبي ليهم نصيب وافر من الضغوط، لكن أكيد كلنا أطباء وغير أطباء بنعاني من ضغوط لما بنسمع عن الغلا، لما بنسمع عن الحرب، لما بنسمع عن الأوبئة. كل دي حاجات بتضغطنا، كل شوية بنسمع عن وباء جديد ومرض جديد، لدرجة إنه حتى إحنا يعني درسنا الأمراض دي بنسمع أسماء أول مرة نسمعها ونقعد ندور ونشوف هو إيه جدري القرود ده وإيه الأسماء اللي كل يوم بتهل علينا. حاجات بتقلق، عشان كده بيجي مؤتمرنا بهذا العنوان سلام لكم. احنا بنتعامل، احنا وارد نكون مضطربين محتاجين للرسالة دي سلام لكم، لكن الجميل ان الرب لما قال الرسالة دي لتلاميذه بعدها على طول قال لهم كما ارسلني الاب ارسلكم انا، يعني مش عايز السلام ده يقف عندكم لكن ينتشر من خلالكم للناس اللي بتتعاملوا معاهم. وده اللي نفسنا فيه، إنه إحنا نطلع من هذا المؤتمر متمتعين بسلام ونقدر بعد كده ننشره للناس اللي بنتعامل معاهم. دلوقتي عندنا وقت نسمع كلمة الرب مع دكتور فايز فؤاد. دكتور فايز هو في الأساس أخصائي طب الأطفال، والرب دعاه إنه يتفرغ لخدمة الرب وخدمة الكلمة، وأنا يعني واحد من آلاف مؤلفة بتتعلم منه وبتستفاد منه، ويعني عارفين زي لما واحد يعزمك كده على أكلة فيها لحمة بيضة دسم كده وحاجات تقيلة، دي ده اللي بحسه لما بسمع لدكتور فايز. تلاقوا كلام زي ما الكتاب بيقول كله الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم، حقيقي ده كل مرة بسمع لدكتور فايز بحس بهذا الإحساس. خلونا نصلي من أجله ونرحب بيه. مساء الخير. شكرا. مساء الخير. موضوعي سلام المرأة الشنومية زي ما جه في ملوك الثاني أصحاح 4. خلوني أقرأ آيات بسيطة من قصتها من عدد 18. ملوك الثاني 4 من عدد 18. وكبر الولد وفي ذات يوم خرج إلى أبيه إلى الحصادين وقال لأبي رأسي رأسي، فقال للغلام احمله إلى أمه، فحمله وأتى به إلى أمه فجلس على ركبتيها إلى الظهر ومات.
فصعدت وأضجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت ونادت رجلها وقالت ارسل لي واحدا من الغلمان واحدا الأطن فأجري إلى رجل الله وأرجع. فقال لماذا تذهبين إليه اليوم؟ لا رأس شهر ولا سبت. فقالت سلام وشدت على الأتان وقالت لغلامها سق ولا تتعوق لأجلي في الركوب إن لم أقل لك. وانطلقت حتى جاءت إلى رجل الله إلى جبل الكرمل. فلما رآها رجل الله من بعيد قال لجحزي غلامه هوذا تلك الشنومية أركض إليها أركض الآن للقائها وقل لها أسلام لك أسلام لزوجك أسلام للولد. فقالت سلام أمين. خلونا نصلي ليها. يا رب شكرا ليك من كل القلب، نتعبد إليك لأنك موجود، لأنك تجازي الذين يطلبونك. وشكرا ليك من كل القلب، بنطلبك علشان تتكلم إلى قلوبنا وإلى ضمائرنا في هذه الفرصة، وتسكن كلمتك فينا بغنى يا رب، وتطمننا من جهة وعودك، وتخلينا نتعلق بيك أكتر من كل الماضي، وناخد من الرصيد اللي لينا في شخصك الكريم، ونتمتع بالسلام الدائم اللي انت سبتهن يا رب. شكرا ليك، لأن إن كانت الخطية دخلت أو نتائجها كانت الخوف، سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت، لكن أشكرك لأن أول كلمة طلعت من فمك بعد قيامتك من بين الأموات وبعد ما تممت عمل الصليب دخلت والأبواب مغلقة لسبب الخوف من اليهود، كانت أول كلماتك لتلاميذك سلام لكم. شكرا ليك من كل القلب يا رب، عشان خاطر اسمك ادينا كلام طيب وكلام تعزية في هذا المساء، واعمل لنا أوبن بوفيه يا رب عشان كل نفس موجودة تاخد كفايتها من محضرك يا رب. في ناس ما تعرفتش على شخصك، تلقلق بنعمتك قدام ضمائرهم واجذبهم بنعمتك يا رب، واللي بعاد عنك خليهم يقربوا منك، اللي بيحبوك خليهم يحبوك اكتر يا رب عشان خاطر اسمك وليك كل المجد امين. الحقيقه في البدايه عايز اقول حاجه بسيطه عن السلام، زي ما قلت وانا بصلي ان اول نتائج الخطيه هي الخوف. اول ما جه الرب بعد دخول الخطيه ونادى على ادم، ادم اين انت؟ فادم خايف ومستخبي، فقال له سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبأ. استخبى من ربنا ودي كانت اول النتائج. لكن بعد ما المسيح تمم عمل الصليب كان عايز يقول لنا ان اول نتيجه من نتائج عمل الصليب للي يؤمن به ايمان حقيقي، اول نتيجه انه يتمتع بالسلام. فاذا تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله. وعايز اقول ان في ثلاث انواع من السلام المؤمن من حقه يتمتع بيهم. اول نوع من السلام هو سلام الضمير، الخاطي خايف من الخطيه، عبء الخطيه، دينونه الخطيه، ضميره تعبه وشيله تقيله قوي، وعارف الناس كلها عارفه ضميرهم بيقول لهم ان الرب ديان وعادل وان الرب اللي اخطا الرب هيدينه. فانا ماشي قبل ما اعرف الرب كنت ماشي بالشيله فوق دماغي. عشان كده الرب في يوم من الايام قال لي تعالوا الي جميع المتعبين والثقلي الاحمال وانا اريح. رحت زحت او دحرجت الشيله، شلت الخطيه، دحرجتها على المسيح شلها وعلى الصليب انهاها، اعترف بخطاياي وحماقاتي وذنوبي واسامي كانه مرتكبه. هو ده الصليب. الصليب مش مسمارين وعني ده خطير وشيء رهيب. الصليب مش الام جسمانيه معني ده شيء رهيب وبنقدره جدا، انما الصليب كلمه الصليب معناها ان المسيح على الصليب كان بديلا ونائبا عني انا بسبب خطاياي انا. خطاياي هي اللي وديته للصليب، فاعترف بها كانه مرتكبها، سدت الفاتوره بتاعتها، ودلوقتي الله الديان العادل ما بياخدش حقه مرتين، الفاتوره متسدده. فما يقدرش ربنا، بتقول ايه؟ بقول ما يقدرش ربنا، ما يقدرش يجي يقول لي ادفع اللي عليك، الدفع، لان الرب ديان وعادل، ما يطالبش بحقه مرتين. فعشان كده انا معليش. فالله لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح، معناها أن الرب لا يستطيع أن يحضر مؤمن إلى مشهد دينونة، ما يقدرش ربنا يعمل كده. عدله يلزمه بكده، بره يلزمه بكده، حقك وصل لك على الصليب، مسيح كان بديلي ونائبي، انتهت مشكلة خطيتي، انتهت مشكلة خطاياي، خطيتي دينت في جسد المسيح على الخشبة، خطاياي غفرت بدم المسيح لأنه حملها على الصليب والرب وضع عليه اسم جميعنا وانتهت المشكلة دي. عشان كده أنا من حقي ما اعتبش هم موضوع الخطية، كل خطاياي اللي عملتها قبل الإيمان، واحتمال بعمل أحيانا برضو بعمل وحعمل، كل ده كان مدفوع تماما وانتهت المشكلة. فمن حقي أتمتع بسلام اسمه سلام الضمير، ضميري معلهوش ملامة، معلهوش مشكلة. ودي رمية 5:1
فقد تبررنا بالإيمان. إيه النتيجة؟ لنا سلام مع الله. سلام مع الله يعني مش خايف من ربنا، بقى بهابه، بجله، بحترمه، لكن حتى الخوف، خوف العبودية، لا مش بخاف منه. ده أنا لما ببقى تعبان ممكن أخاف من كل الناس، ما بخافش من ربنا. اسأله بطرس على بحر طبرية، مش أنت أنكرت المسيح من كام يوم وأنت أتيك فشلان وجعان وبردان واخد معك ستة ووديتهم بعيد، أنت إيه الحكاية؟ وظهر المسيح، جاله المسيح ويوحنا قال هو الرب. إلقوا شباككم على الجانب الأيمن من السفينة، رموا جابت سمك. فيوحنا قال هو الرب، هو الرب. مش تستخبى، مش تشوف وشايد شجر تستخبى وراهم وتقول سمعت صوتك على بحر طبرية فخشيت لأني عريان، ما هو كان عريان فاختبأ. لا، ما عملش كده. عمل إيه؟ اعتذر بثوبه وهرب للرب. هل هو أنا ينفعني مين غيرك؟ أنت مش خايف منه؟ لا خلاص، أنا ليا السلام، حتى وأنا حالتي تعبانة ليا السلام مع الله، أقدر أقرب منه. فده أول نوع من السلام. السلام اسمه السلام الضمير، ضميري خلاص ما بقتش أخاف من ربنا. لما يكون خاطي ضميره تعبه، حتى لما ربنا يعمل معاه حاجة حلوة تلاقيه مقلق من ربنا. مثلا حتى المصريين كده، إن ربنا فرج عليك يوم ولقيت نفسك فرحان تبقى مقلق، صح؟ تقول اللهم اجعله خير يا رب. ليه يا عمي؟ اصله يعني مش منكد علينا النهارده ليه يا عم؟ ربنا حلو وطيب وصالح. حتى يوسف لما حط القمح والفضه لاخواته، راحوا لقوا قمح وفضه مش حلو، طارت قلوبهم من الخوف وارتاعوا وقالوا ما هذا الذي فعله الرب بنا؟ بعت لكم قمح والانين، ضميرهم تعبهم، الضمير الخطايا مؤلم. عشان كده الناس مش مرتاحة أبدا. اوعى تفكر انك هترتاح بعيد عن المسيح. لا سلام، لا سلام، قال إلهي للأشرار. فأنا بتكلم عن أنواع السلام دي للمؤمنين. لو في واحد لسه معرفش الرب محتاج، أو واحدة انت محتاجة وانت محتاج، تقول له ارحمني أنا خاطي وتجيله. أنا بكلم المؤمنين، لكن ده اسمه سلام الضمير. في نوع تاني من السلام اسمه سلام القلب، ودي المسيح سمعنا من المطران منير بيتكلم عنه. المسيح قال سلاما أترك لكم، سلاما أترك، سلاما أترك. ده سلام الضمير اللي حصله المسيح لينا لما مات على الصليب. قال خلاص لنا سلام مع الله لأنكم تبررتوا، خلاص لا شيء من الدينونة، يعني الرب مش هيدني وأنا مش هدين نفسي، خلاص مش هدين نفسي. كتير بقعد واحدة تقول لي ده أنا من 20 سنة حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا. يا ستي ما خلاص، مش سلمتي حياتك للرب وبقيت مؤمنة؟ بس ضميري تعبني. خلاص ربنا سامحك وانت سامحي نفسك، والقديم عليه رديم، وخلصي من الموضوع ده. إنما سلاما أترك لكم، لكن رجع الرب وقال سلامي أنا أعطيكم. يعني إيه سلامي أنا؟ سلامي أنا ده سلام المسيح الإنساني لما كان إنسان هنا على الأرض، إنسانا كاملا، إنسانا في تمام الاتكال على أبيه، لسان حاله احفظني الله لأني عليك توكل. خلينا أقول الفولت، فولت السلام ده، ده سلام إنساني. المسيح كإنسان، المسيح الفقير أتكلم عنه باعتباره إنسان، أنا عارف هو مين. المسيح اللي كان فقير، اللي كان مسكين، اللي كان ظروفه المعيشية على قد خالص، اللي ما كانش معاه رصيد في البنك ولا فيزا كارت ولا ماستر كارت ولا معاه فلوس في جيبه خالص، اللي احتاج ان النساء تبعنه من الجليل كنا يخدمنه من اموالهن، اللي الامه متربصه بيه، اللي محدش مقدره، اللي الفرسيين والكتبه عايزين يمسكوا له غلطه وبيعملوا له 6 محاولات لقتله ومتربصين بيه، وهو عليه التزامات كتير قدام الناس اللي بتتبعه ومعهوش فلوس. ايه رايكم في زي ما سمعنا من المطران مرير مره الا قال يعني ولا مرة قال يعني لما قالوا له من أين نبتغ خبزا ليأكل هؤلاء، ده لا يكفيهم خبز ب200 دينار ليأخذ كل واحد شيئا يسيرا، وهنا غلام معه 5 خبزات شعير وسمكتين، لكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ قال لأ المسيح، قال لأ مش كده، وضرب أخماس في أسداس وارتبك وإيه، لا ولا ارتبك ولا حاجة، في سلام كامل. قال ما تعتلوش هم، بس اتكؤوهم والدنيا ما فيش مشاكل عند المسيح، في هدوء وسلام وطمأنينة. ولما مرة يعني أكثر من مرة 6 محاولات لقتله، وبعدين عمل إيه المسيح؟ جاز في وسطهم في هدوء وفي سلام وعدى وخلاص وسابه، مش كده؟ مشاهد المحاكمات زي ما كنا بنسمع، يعني كانوا يشتكون عليه باشتداد،
قدام هيرودس أنتيباس مثلا ما تقول له حاجة يا رب، فلم يجبه بكلمة واحدة، بيشتكوا عليك وهو صامت. 6-7 مرات يسجل صمت المسيح في مشاهد محاكماته، كله بيتكلم، كله بيطول لسانه، كله بيطول ايده، كله بيشتكي، كله بيألف، واما يسوع فكان صامتا. ايه السلام ده؟ ايه الهدوء ده؟ ده هدوء انساني، ده الفولت بتاع السلام ده، ده فولت انساني مش كده؟ ايه الموضوع؟ قال سبته لكم، دي جزء من التركه سبته لكم، يعني انت من حقك تتمتع بالسلام ده. اه يعني لما الاقي الغلا واللحمه والسمك والبنزين والدنيا غلا، اعمل ايه؟ اشيل الطين فوق دماغي؟ لا لا، اروح واقول له احفظني الله لاني عليك توكلت، الرب رعايا فلا يعوزني شيء. ده سلام المسيح مش كده؟ لما الاعداء يتربصوا بي ولا حاجه، اقول له انت زي ما عملت مع ابنك يا ابي السماوي، انت قلت انتم تصمتون والرب يدافع عنكم. طب والعاصفه، فاكرينه لما كان في العاصفه في مرقس 4 والدنيا كان نوء ريح عظيم، اما يسوع فكان في المؤخره على وساده نائمه. التلاميذ قال واحد، قال التلاميذ لو فاهمين سلام المسيح اللي من حقكم كان كل واحد منهم جاب مخده ونام جنبه ونام جنبه. واحنا من حقنا نعمل كده، كل واحد يجيب مخده وينام جنب المسيح. والعاصفه المسيح في السفينه تغرق حتى تبقى وحشه في حقه مش كده؟ ده سلام انساني، الفولت انساني، وده قاله لنا من حق المؤمن انه يتمتع بالسلام ده في كل ظروف الحياه. من حق اعمل كده، من حق اطالب الرب زي ما كنا بنسمع الترنيمه، الكلمه منه مش اوهام، والوعد لما يقوله مش احلام، انا من حقي اتمتع بالسلام ده، امسك الوعد اللي قاله ربنا في الكلمه واروح اقول له زي ما قال يعقوب، وانت قد قلت اني احسن اليك وافعل كما نطقت، يقول حاضر يا حبيبي حاضر، واتمتع بسلام. النوع الثالث من السلام مش سلام الضمير ولا سلام القلب، سلام الطريق في ظروف الحياه. النوع الثالث بقى الفولت بتاعه عالي قوي، ده الفولت زي ما بيقولوا بتوع الكهرباء ايه ده، مش عارف الضغط العالي مش كده؟ ده الفولت عالي قوي، ده ما نعرفوش، ما نقدرش نوصفه ولا نقدر نتحمله. ليه؟ ده اسمه سلام الله، سلام الله السلام المسيح الإنساني، لا ده سلام الله اللي يفوق كل عقل، الله المثلث الأخرين، ده السلام اللي بيكتنف عرش الله بيت الآب. هل في حاجة بتقلق ربنا الله المثلث الأخرين؟ في حاجة مقلقاه؟ الكورونا، الدكاترة ضربوا أخماس في أسداس، وبتوع علماء الفاكسينيشن ضربين أخماس لغاية دلوقتي، ضربين أخماس في أسداس مش كده؟ هي خلصت ولا جاية موجة تانية؟ واحد عارف حاجة في أي حاجة؟ ما خلص احترامي، أنا آسف يا دكاترة، أنا آسف يعني، بس ما حدش فاهم حاجة. طب وربنا مقلق دلوقتي في السماء؟ مقلق يعني؟ طب وبوتين لما قفل المحبس على العالم في الزيت وفي البترول والدنيا، أمريكا وأوروبا ما تتخيلوش بيشتكوا قد إيه، ومقلق ربنا فوق؟ طب والملف النووي الإيراني؟ طب وكوريا الجنوبية والشمالية والراجل بتاع كوريا ده الغريب والعجيب ده عامل قلق؟ ربنا مقلق؟ ربنا مش مقلق خالص، مفيش حاجة بتقلقه. عرشه يكتنف الهدوء والسلام، أمامه بحر زجاجي باللورو، مفيهوش أمواج، لا لا لا، هدوء وسلام، مفيش حاجة تقلقه. طب ده الفولت عالي، ده سلام الله، إيه دوره معايا؟ دوره معايا لما تيجي البلية المحرقة والخبر الوحش قوي، زي المرأة الشنومية قالوا لها ابنك مات، ده الابن الوحيد، يحصل ايه لما الفولت، لما البلية محرقة؟ وديتها للدكتور، مسك الأشعة وشاف التحاليل، قال لي لا الكرياتينين عالي، ده لازم تبتدي غسيل، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ومسك الأشعة قال لا ده فيه كانسر برين، اعمل ايه؟ اروح فين؟ عندي مشكلتين في الوقت ده، المشكلة الأولى عقلي يشت ويتجنن، عقلي، أول مشكلة عواطفي، ما هو ده مراتي ولا ابني، قلبي هتحصل له سكتة قلبية، عواطفي، أعمل إيه؟ أعمل إيه في قلبي؟ أعمل إيه في عقلي؟ والخبر أعمل إيه؟ في ترنيمة حلوة قالها الأخ سهيل مدنات، لما الدكتور قال له في شادو في السكان، في كات سكان بتاعت المخ، في شادو،
شاكك في حاجة؟ قال شاكك في حاجة. والصداع شديد ما بيتعالجش. قال له طب بس شادو غريب شوية، فنعيد الأشعة بعد أسبوع. راح الأخ وهو الدكتور قايل له فيه شك في إيه؟ في دماغه، في راسه. يعمل إيه؟ يعمل يخبط دماغه في الحيطة؟ لا لا، راح رنم لنا ترنيمة، قال متكئ الرأس على صدره باطمئنان. راسه اللي فيها المشكلة حطها على صدر المسيح. ووسط صرخات الملا يهمسوا بالإعلان يقول ثق ثق إني هنا وأنت في الأحضان. يا على العبارة، يا على العبارة الرهيبة، يا على الجمال بتاع الجملة. ثق، أنا موجود. مش أنا موجود وبس، ده أنت كمان فين؟ في حضني. طب والحل؟ ولا حاجة. رنم الأخ وبعد أسبوع راح للدكتور قال له سوري، لكن في مش عارف ايه دكاتره الاشعه، في حاجه في افلام الاشعه اسمها مال فاكتور او حاجه زي كده، عيب في الفيلم. عيب في الفيلم؟ لا، هو ربنا اللي قصد. طب دماغك؟ لا، الخبر الرهيب الرب بقى. دور سلام الله ده ما نعرفوش، ده نختبره بس، ده ما فيش حد يعرف يوصفه، ده اللي اختبروه يعرفوه. لما رحت وريت له الاشعه وقال لي لازم تبتدي غسيل كلوي. لما رحت وقال ده المرض انتشر، اعمل ايه؟ توقعت ان هطب ساكت، لما طبتش ساكت، لان سلام الله اللي يفوق كل عقل، زي ما كان باسم بيقول لنا كلمه عسكريه، يعمل ايه؟ يحصن حصن. يحصن ايه؟ انت مش دماغك هتشد، عقلك هيشد، يجي سلام الله يعمل حصن، وقلبك هيقف، وعواطفك يجي يحصن قلبي في المسيح. يقول لي الكلمة الأخيرة مش للدكاترة، ما خلص احترامي للدكاترة، الكلمة الأخيرة تفضل للرب. يا ما قالوا الدكاترة ما فيش أمل، وربنا قال في أمل. ربنا كلمته هي الأخيرة، صح؟ سلام الله، سلام الله. اختبروه اللي سمعوا أخبار مرعبة من نوع الكانسر والنوع الفشل الكلوي والنوع الحادثة والابن اللي مات والأب ما اتجننش والأم ما اتجننتش لما ابنها الوحيد مات. ليه؟ لأن سلام الله جه حفظ لها عقلها وحفظ لها قلبها في المسيح، في المسيح يسوع. طيب، يبقى في ثلاث أنواع من السلام يتمتع بيها كل الناس؟ لا، مش كل الناس. الخاطئ بره الموضوع ده، لا سلام قال إلهي للأشرار. طيب، يبقى الثلاث أنواع دول من السلام يتمتعوا بيها كل المؤمنين؟ الحقيقة لا، مش كل المؤمنين. كل المؤمنين من حقهم الثلاث انواع من السلام دول في الرصيد بتاعهم، بس في مؤمنين ما بيروحوش يسحبوا من البنك، زي واحد ابوه حاطط له 20 مليون دولار في البنك والواد ما يعرفش وما بيروحش رايح. الراجل ما هو كان الواد عند ابوه في بيت ابوه، في بيت ابوه العز كتير والشغيله تاكل لما تشبع. ام الواد راح ايه؟ كره الخنازير. فرحت في كره الخنازير؟ معاك فلوس بس بعيد عن أبوك، هتتمتع بسلام؟ لا حبيبي، لأن التمتع بكل البركات لا يمكن إلا في جو الشركة مع الأب ومع ابني. في مؤمنين ما بيتمتعوش بكل البركات. لوط، إيه رأيكم في لوط في سدوم؟ مش مؤمن؟ مؤمن. آيتين في بطرس الثانية أصحاح 2، في آيتين بس يتقال ثلاث مرات لوط البار، دبار مؤمن. كان في سلام؟ لا. أمال كان بيعمل إيه؟ كان يعذب نفسه البار. ده أفعاله؟ لا، هو الرجل ما كانش بيعمل حاجة وحشة. بأفعالهم الأسيمة. يشوف بالسمع والبصر، ما أنت إيه اللي مقعدك؟ إيه اللي مقعدك مع المناظر والأشكال دي؟ إيه اللي مقعدك تسمع الهباب ده؟ ما تروح عند عمك في بلوطات ممرة عند حبرون وتقعد هناك في السجن. كان ربنا يكرمك بزيارة إلهية يجي لكم الرب. أنت قاعد تعمل إيه في القرف اللي أنت فيه ده؟ مش متمتع بالسلام؟ أي نوع من السلام مش متمتع؟ حتى لما ربنا عمل معجزة، أول معجزة في الكتاب المقدس عشان لوط مش مصدق، قال له حبيبي روح الجبل، روح الجبل. قال له لا لا، أنا خايف من الجبل يا حبيبي، مش روح. قال له لا، أروح المدينة دي، خايف من ربنا. مفيش سلام. فإذا عشان نتمتع بالسلام لازم في جو روحي، في جو مناخ روحي، مناخ روحي. يعني المطران منير خدنا على رسالة فيليبي. رسالة فيليبي فيه كلمة مهمة جدا، الفكر، الذهن. حضرتك
أنت ما تفكر فيه، مش كده؟ على الصعيد الجسماني أنت ما تأكل هيبان على جتتك، على وشك باين حضرتك باين. أنت ما بتاكلش لحمة، ما بتاخدش فيتامينز، ما بتاكلش حاجة، ما بتاكلش حاجة خضار، لأن باين الأنيميا عليك، مش كده؟ بيبان على جسمك. ما بتعملش رياضة فباين على جسمك. ففي على الصعيد الجسماني أنت ما تأكل، لكن على الصعيد الروحي أنت ما تفكر فيه. ذهني السوفت وير بتاع دماغي لازم يتغذى بحاجات روحية، عشان بلغة دكتور وسيم الانبوت والايه والاوتبوت. فانت حضرتك تغذي الكمبيوتر بايه؟ جبت كمبيوتر عملت له لازم فورمات عشان اخلص، وحطيت ايه بقى البروجرامز اللي انا عايزها. البروجرامز اللي على الكمبيوتر بتطلع لي اللي انا عايزه، مش كده؟ في برامج هلس، في برامج اي كلام، لا انا حاطط برامج تطلع لك برامج تقعد تلاقي نفسك جوه الانجيل وتعيش حياتك، مش كده؟ فانتوا السوفت وير بتاع الدماغ متغذي بايه؟ كما شعر في نفسه ايه هكذا هو، انت ما تفكر فيه. فحضرتك تعيش تتفرج على افلام الهلس والشراسه والنجاسه والضرب، وتشوف الفيديوهات، وتشوف الواد اللي موت زميلته، والقاضي اللي موت المذيعه، وتشوف قتلها ازاي وكده. ونخش على شويه كده حاجات عن المهرجانات ولبس المهرجانات ومطربين المهرجانات ومش عارف ايه، تلاقي نفسك ايه منزعج وايه مش عايش في هدوء وسلام، مش كده؟ انما تغذي نفسك بكلمه الله وبجو المؤمنين وكده، وتحضر الاجتماعات، تلاقي نفسك الاوتبوت بتاع دماغك ايه هدوء وسلام. عشان كده قال لنا المطران عن جو رسالة فيليبي، أنت ما تفكر في ذهنك هيطلع لك إيه؟ قال لنا حاجات جميلة قوي قوي. فرسول بولس كلمة ذهن في رسالة فيليبي مهمة جدا، مش كده؟ هو في سلام، هو في فرح، عشان ظروفه حلوة؟ لا، ده بيكتب من السجن. اعملوا مقارنة بين رسالة القصر ورسالة السجن. مين رسالة القصر؟ فيلسوف العهد القديم يكتب من القصر، سليمان 39 مرة مكتئب باطل قبض الريح، وفيلسوف العهد الجديد بيكتب من السجن. فرحان يا عم بولس؟ ليه انت بتكتب من الساحل الشمالي؟ لا، من الشاليه بتاع العين السخنة؟ لا. صحتك حلوة؟ لا. معاك فلوس؟ لا. بتتعشى كل يوم؟ لا، في ليالي بينام من غير عشاء، فبيتدرب انه يجوع ينام من غير عشاء. أخبار المؤمنين بيتحفوك بأخبار حلوة؟ لا لا، مفيش خبر حلوة جاي. أنت فرحان؟ في سلام؟ تتمنى تتغير الأحوال؟ لا 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 لا، أنا زي الفل كده، حتى الأحوال مش عايزة تتغير. ليه؟ لأن السوفت وير بتاع دماغه مطلع هدوء وسلام وطمأنينة وفرحان. فرحان بالرغم من الظروف، فرحان بالرغم من نقص الأمناء أصحاح 2، فرحان بالرغم من وجود الأعداء، وفرحان بالرغم من خسارة الأشياء، وفرحان بالرغم من نقص الإمكانيات، ومتمتع بسلام وهدوء. ليه؟ لأنه عايش في جو روحي، فيبقى الرصيد بتاعه يطلع لوحده يستمتع بيه. إنما مؤمن بقول مؤمن وأمور الله مش مهمة عنده، ومشغول بالأمور المادية، ومشغول بالبيزنس والفلوس والشقة والعمارة، وعايز يشتري شاليه بعد ما اشترى بتاع، ويروح الاجتماع ومش عايش في الجو ده، تفتكر هيتمتع بسلام؟ لا. مؤمن مش متمتع بسلام، مش متمتع بسلام. عشان كده الرسول بولس قال لنا عايز تتمتع بسلام، كلمنا في سلاح الله الكامل في أفسس 6، على سلاح الله الكامل. من ضمن قطع السلاح حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. بس خلاص يا عمي، يعني لما نقع في مشكلة نلبس حذاء السلام؟ لا حبيب، هو 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 بروجرام هتنزله من قبل ستول ساعة الجد، تنزل وتسطب البروجرام وتلاقي نفسك في سلام؟ ده مناخ، مناخ الحياة كلها في المناخ ده. عشان كده قال لك سلاح بس من 7 قطع يتلبس على بعضه. أول حاجة تمنطق حقاويك بالحق، يعني تطبق
كلمة الله على كل ما يصدر منك. كل حاجة تبقى محكومة بكلمة ربنا قبل ما تعمل أي حاجة. تحكم على تصرفك بكلمة ربنا. وإذا حصل كده هتلاقي إنك تلبس درع البر. درع البر معناها الضمير الذي بلا ملامة، الضمير الصالح. ما عنديش، ما فيش حاجة تعبى ضميري قدام ربنا. وإذا ضميرك مش تعبك تقدر بقى تعمل إيه؟ تلبس حذاء السلام. حذاء السلام يعني تعيش في سلام وتشيع جو من السلام حوالين حياتك كلها. ما تلاقي نفسك مش منكد على عيالك ولا مراتك ولا أهلك. ما تجيبش النكد عليك والأهلك يا أخي، مش كده؟ منكد وشايل الطين وعمال وتذمر وأنين وشكوى ومجادلة كده ليه؟ ليه كده؟ ولو حصل كده تقدر تمسك ترس الإيمان وتلبس خوذة الخلاص وتعيش في جو كده وتتمتع. فلا يمكن التمتع بأي بركة من ضمنها السلام وانت بعيد عن جو الروحي، الجو الروحي كده. ربنا ما عندوش أمازون. عارفين شركة أمازون؟ شركة أمازون يعني حيثما كنت في ظرف يومين هيجي لك الطلب. يا سلام، حلو قوي. مرة كنت في أمريكا وابني اتصل بي قال لي ده أنا هشتري آيباد وآيفون وسماعة مش عارف إيه وكده، هبعتهم لك على العنوان اللي أنت فيه، هيجي لك على شركة أمازون. ابعت لي العنوان، بعت له العنوان. وكنت بتمشى كده وبعدين لقيت مسج من شركة أمازون بتقول لي إحنا جبنا لك الحاجة وحطيناها لك على باب البيت. يا واعى مش فايت أولاد، صابوهم على باب البيت كده هو ومشوا وبعت لي الصورة عشان يبقى هم أخلوا. يا سلام، حاجة حلوة أوي. رحت جاري لقيتهم على باب. ربنا ما عندوش أمازون، ما عندوش أمازون يبعتها لك كده. عايز سلام حضرتك، جت مشكلة يبعت لك سلام. لا حبيبي، ربنا ما عندوش شركة أمازون. هو ربنا يجي وحضرتك تبقى ليك علاقة شخصية بيه وكل البركات تاخدها وان باكج. دخل بيت زكا العشار فتهلل زكا وفرح قوي. فقالوا له يعني كل الناس اتزمرت. فقال لهم ايه؟ قال لهم اليوم، بص الآية الجميلة، اليوم حصل خلاص. هي في العربي كده، اليوم حصل خلاص لهذا البيت. هي في الإنجليزي في كل في الترجمات اليوم حضر خلاص لهذا البيت. بس اللي حضر ده شخص، واللي حصل دي حادثة. ما هو بص، الخلاص يجي المسيح، إنجيل المسيح تيجي كل البركات. ما عندوش أمازون، ما عندوش شركة نقل سريع، يجي المسيح. فأنت حضرتك طول ما أنت ليك علاقة شخصية بالمسيح في جو روحي والسوفت وير بتاع ذهنك منقوع في حاجات حلوة. بص في فيليبي 3 آخر حاجة قالها في فيليبي 3، عارف ذهنك تنقعه في إيه؟ ذهنك ده تنقعه في إيه؟ انسى المهرجانات بتاعت السيمة وبتاعت الجونة وبتاعت وانسى اللبس بتاع الممثلات وانسى مطربين المهرجانات وانسى الشراسة والنجاسة وانسى الفيديوهات بتاعت القتل والقرف وحاجة تقرف، مش كده؟ واغسل دماغك، انقعه في جو نظيف. فيقول لهم كده أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حقيقي، كل ما هو حق، وكل ما هو جليل موقر ومحترم، وكل ما هو عادل مستقيم دغري، وكل ما هو طاهر ما فيهوش نجاسة، وكل ما هو مسر يجلب السرور لقلب الله، وكل ما هو كل ما صيته حسن يخلي الناس تبقى تجيب سيرتنا بصيت الحسن. ده أخ، الأخ ده أخ مصلي، الأخ ده ده أخ بيحب الكتاب المقدس، الأخ ده ده راجل يحب حاجة حلوة، صيت حسن. الأخ ده يعني مش مهم خلاص بقى. وبعدين كل إن كان فضيلة وإن كان مدح، كل ما يستجلب المدح من الله للمؤمن ففي هذه افتكروا، فكروا الذهن، املوا السوفت وير بتاع ذهنكم، واللي تملوا بيه ذهنكم ده ابتدوا طبقوه في حياتكم. تلاقي نفسك ايه؟ فرحان، في سلام، مكتفي، مش منكد، راضي باللي ربنا قال لك عليه. طب والغلا؟ طب والظروف الصعبة؟ يا عمي يا عمي انت مش واخد بالك، ذهني ده متشرب بكلمة ربنا اللي فيها ايه؟ فيها كل حاجة تطمني وسط الظروف الصعبة. انت مش هتكلمنا عن المرأة الشنومية؟ ما هو انا هكلمكم على كل اللي كنت بقوله ده عن المرأة الشنومية.
كل اللي بقوله ده طبقوه عن المرأة الشنومية. مالها المرأة الشنومية؟ يعني قصتها تتلخص في ثلاث كلمات: في ذات يوم وفي ذات يوم وفي ذات يوم. عدد 8 11 18. في ذات يوم، يوم الخدمة، يوم حلو، الدنيا حلوة، الجو ربيع والجو بديع والدنيا زي الفل. وبعدين يوم المكافأة، عملت حاجة كويسة وربنا عايز يكافئها زي الفل. وبعدين اليوم الثالث في عدد 18، يوم التجربة المرة. بس هي عايشة في المناخ يخليها، المناخ ده لم تفاجأ بأي حاجة، هي مش لما جات المصيبة راحت قالت له بعت لي سلام، لا 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 لا، المناخ نفسه خلاها عايشة في جو يخليها متمتعة بكل حاجة. باختصار شديد، في ذات يوم عبر إليشع إلى شونة. هي وصفت أنها عظيمة، وصفت أنها سيدة عظيمة. عظيمة بالمعنى الحرفي الثراء، الغنى، معها فلوس كتير، بس عظيمة في كل حاجة، في كل حاجة. أولا عظيمة في كرامها وسخائها، لما كل ما يعدي عليها أمسكته كلمة حلوة قوي في الإنجليزي، كونسترينهم يعني الإلزام باستخدام القوة العضلية. فضل، لا اتفضل اتفضل، لا لا شكرا اتفضل، ايه شالته حطيته جوه. كونسترينهم، ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة فادخلوا بيتي، فالزمتهم كونسترين ذم. وعروس النشيد امسكته ولم ترخيه، الزمته. وتلميذي عمواس تظاهر انه منطلق الى مكان ابعد، قال له تعالى اتفضل خش، شكرا شكرا، لا شكرا ايه خش، لا شالوه حطوه جوه بالعافية. فهي مسكت سخية وكريمة ومضيافة وبيتها مفتوح للغرباء، عظيمة. وبعدين مميزة، بيمر عليها إليشع رايح جاي، بصت له قالت ايه ده رجل الله الايه المفوح، ده رجل الله اللي بيلبس شياكة قوي. فصدقني بيقولوا لي كده، يقولوا لي ده كان لابس بدلة وكان لابس مش عارف ايه. عم انت مالك ومال البدلة؟ انت يعني ما لقطتش حاجة من الاخ قالها؟ لا، قالت ايه قد علمت انه رجل الله اللي ايه مقدس. لقطت نظرات عينيه. يا اخواتي الافاضل، الناس بتلاحظ حتى نظرات عينينا. مش ناسي مرة واحدة قالت لي وخوفتني، قالت لي فلان لما بيبص لي بيعريني، بيبصلها بتحس انها عريانه. يا ساتر، ايوه خلوا بالكم. وبيلاحظوا كل حاجه، هي لاحظت قداسته، تعففه، نظرات عينيه، ما بيرفعش عينه، قالت مقدس. وبعدين شوف تمييزها واحترامها، احترامها لجوزها لازم تاخد اذنه، لأنها على دراية كتابية أن في سفر العدد أصح 30 المرأة يجب أنها تأخذ إذن زوجها لما تعمل أي حاجة. اقرأ حضراتكم سفر العدد أصح 30. وبعدين قالت له، خدت رأيه وخدته أنه يأخذ القرار بتاعه، ده رجل الله نعمل له علية صغيرة بابها من بره على الحيطة مرتفعة، نحط له فيها كل ما يلزم لإراحة رجل الله، سرير راحة وخوان، تيبل، الخوان يعني ترابيزة شركة، ومنارة شهادة، وكرسي تعليم وسلطان، يجي ياخد راحته كل ما يلزم. قال اعملي، خدمت مش كده. وبعدين في يوم تاني إليشع قال يوم المكافأة، وفي ذات يوم مال إليشع وقال اضعوا هذه الشنومية نكافئها بقى. فقال لها تعالي، مش عايزة حاجة، ده احنا واصلين مع الملك وقائد الجيش، عايزة حاجة؟ يا ستي قولي له عايزه ولد، ما انت عارفه اللي ما عندهاش ولد في العهد القديم دي مشكله. ده إليشع ده مش واصل مع الملك وقائد الجيش، ده واصل مع ربنا. قولي له. قالت له لا، انا عظيمه في اكتفائها وقناعتها، انا ساكنه وسط شعبي، انا مش محتاجه حاجه. ايه القناعه دي؟ ايه الاكتفاء ده؟ قال لا هنديكي ولد. اعطاها ولد، مكافاه صح. في يوم الخدمه قدمت افضل ما عندها، في يوم المكافأة ربنا أعطاها أفضل ما تحتاجه. جاء يوم التجربة وقبل الولد، وفي يوم خرج
إلى أبيه إلى الحصادين. كيف بنروح مع أبو الغيط بأمل والدنيا زي ما الصعيدة بيقول، وبعدين فجأة كده مفاجآت البرية، فجأة بدون أي سابق إنذار. البرية صعبة جدا يا إخواتي، صعبة جدا ومفاجآتها رهيبة. يوم الحد اللي فات كنت رايح مؤتمر، خدت العربية سخنت طلعت، ابني قال لي ارجع. ليه يا حبيبي؟ قال لي أختك وقعت اتكسرت إيديها، ارجع عشان نعمل لها عملية. رجعت يعني كده مفاجأة كده، كل يوم بيومه كده. عشان كده اتعودت أقول لربنا كل يوم اقبل وذهب مع عبدك، قبل ما أطلع من البيت قبل ما أطلع من الشارع ببقى خايف أقول له تعالى معايا، إن ما جيتش معايا ما تطلعنيش، ده أنا محتاجه وإنتوا محتاجينه يا أخوة يا بنات، إنتوا محتاجين الرب. ده أنا بركب ميكروباصات ببقى مرعوب، ببص حواليا بشوف بنات بقول البنات دي عاملة إيه، أما أنا راجل ومرعوب من المناظر. بتعملوا إيه؟ تعرفوا تعملوا ايه؟ انتوا محتاجين واحد قوي وقدير ومسيطر ومهيمن، المسيح. تاخدوه معاكم. غلابة اللي ما تعرفوش المسيح، غلابة غلابة. اسألوا القاضي اللي في السجن دلوقتي، غلبان غلبان يا حبيبي، عملت ايه بالكام شقة اللي في المدينتي وكام شقة في الرحاب والشاليهات والتلاتين المليون جنيه اللي عملت ايه يا غلبان من غير المسيح؟ بتعملوا ايه يا غلابة من غير المسيح في عالم رهيب رهيب؟ طلع لها جابوا بعتوا ابوه مع واحد وبعد الظهر مات مات. ابعت لجوزك. قالت لا، قال ده انا عندي ايمان، انا ذهني متشرب بمناظر رجل الله اليشع اللي يرمز للمسيح، اعطاني ابن وانا كنت في حكم الميتة، اروح له اللي عطى الحياة يحفظ للحياة. وراحت له. جوزها قال لها أسلام لك. رايحة له ليه؟ ده حتى مش موسم، دي مش ليلة العيد، مش ليلة العيد الكبير ولا ليلة العيد الصغير ولا رأس السنة، مش كده؟ قالت له، نكدت عليه، قالت له ده انت هتنفرسني، ده انت هتنقطني، ده انت حتى ما سألتش عن الواد، زي ما في ستات هناك يعني بيعملوا، هناك ستات بيعملوا كده. قالت له ايه سلام. عارفين كلمة سلام معناها ايه؟ لو ترجمتها ترجمة تفسيرها قول ايه؟ خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، خير، الكل سيكون على ما يرام. وراحت لأليشا والرب كان كتم الامر عنه، فجهزي قال له الشنومية دي روح شوفها. فقال لها أسلام لك، أسلام لرجلك، أسلام للولد، الولد ميت. قالت له ايه؟ الكل على ما يرام. ليه؟ لأنها أمنت أن الله قادر على الإقامة من الأموات. إيمانها لا يقل عن إيمان سارة؟ لا، ده لا يقل عن إيمان مين؟ إبراهيم. إبراهيم، إبراهيم قال هروح، ده الواد ما اتذبحش إبراهيم، بس عندي كده شعر الرب حموته ويقوم. لا يا ستي، ده الواد مات وانت شايفاه ميت. قالت هروح اجيب له اللي يقومه. طب بعت جحزي، قالت له لا، ده انا عايزاك انت يا صاحب القوات. أليشع رمزي للمسيح. وخليني اهتف من قلبي واقول هوذا اعظم من أليشع هنا. لما تيجي المشكله الكبيره البلوى المحرقه ايه؟ اروح له، اروح له وهو على استعداد. ده عن كل واحد منا ليس بعيدا، ده به نحيا ونتحرك ونوجد، ده سريع الندهة، مش كده؟ بس انت مؤمن ولا مش مؤمن؟ ومش بس مؤمن، انت مؤمن منقوع في الجو الروحي، ولا حضرتك مؤمن وايه مشغول بالامور كده؟ امين. في ترنيمة أتمنى تكون معروفة لينا، مرنم فيها بيوصف العالم اللي حوالينا وبيقول ما ينفعش يدي سلام لأنه العالم ده مليان أوهام. وأعتقد بداية من البدايات اللي بيوصلها الإنسان علشان
يرفع عينه على الرب لما بيكتشف انه عايش في وهم، وانه مش قادر يتملي بسلام ولا استقرار حقيقي داخلي. تعالوا لو نعرف الكلمات دي نقولها ورددها لنفسي واقول اقنعني يا رب انه اوهام كل الحياه اوهام من غير يسوع. هو ده السر، من غير يسوع اوهام. تعالوا نقول الكلمات دي وبعد كده نقضي وقت في الصلاه. حاولت في بعاد ما اسمعش صوتك بينادي يهمس يقول العالم يضحك عليك، لكن ما قدرتش على صوتك، صوتك ذكرني انا بموتك، صحاني بكلمة حبيتك أنا راجع ليك. قوله معايا مرة تاني. يا ما حاولت في بعادي ما اسمعش صوتك بينادي يهمس يقول العالم يضحك عليك، لكن ما قدرتش على صوتك، صوتك ذكرني أنا بموتك، صحاني بكلمة حبيتك أنا راجع ليك. أوهام كل الحياة أوهام من غير يسوع أوهام، لو حليت الأيام من غير يسوع أوهام، فكرت هلاقي الحرية لما بعد وامشي لوحدي، يمكن ايامي وليالي تخفى عليك، اتريني في وحل العبودية بغرق فيها شوية شوية، مش دي الحرية الحقيقية انا راجع ليك، فكرت هلاقي بعد وامشي لوحدي، يمكن ايامي وليالي تخفى عليك، تريني في وحل العبودية تغرق فيها شوية شوية، مش دي الحرية الحقيقية انا راجع ليك. اوهام كل الحياة يسوع أوهام، لو حليت الأيام من غير يسوع. تعالوا نقف وإحنا بنقول الكلمات اللي جاية. سامحني إن كنت في يوم خدتك حبيت العالم وانكرتك، أنا عارف ربي إني وعدتك أنا هفضل ليك، لكن وعدك تستناني لما ارجع لك انا من تاني، تغفر لي وتنساني انا راجع عليك. كمان مرة سامحني. سامحني ان كنت في يوم خدتك حبيت العالم وانكرتك، انا عارف ربي اني وعدتك انا هفضل ليك، لكن وعدك تستنى لما ارجع لك انا من تاني، تغفر لي وتنساني انا راجع ليك. اوهام كل الحياه اوهام من غير يسوع اوهام، لو حليت الايام من غير يسوع اوهام. خلونا نقضي دقايق في الصلاه قبل ما نختم. كلنا كمؤمنين أو حتى بعيدين عن الرب محتاجين نقتنع أن الحياة من غيره أوهام، سراب ملهاش معنى،
مؤمن هنا بيصلي بيقول له سامحني لو خنتك وفضلت العالم عنك يا رب. أنا راجع لك لأني عارف أن قلبك مستنيني ومنتظرني وعندك استعداد من جديد تملاني بالسلام. عندك استعداد تبدأ معايا بداية مختلفة يا رب. ياريت نصلي. جميل الكلام اللي سمعناه، بس الأروع والأجمل أني أخد الكلام ده وصلي بيه لحياتي الشخصية والبيتي. املاني سلام واملى بيوتنا بالسلام يا رب من فضلك. في عالم مليان أنين وانزعاج واضطراب وقلق، تقدر تعمل المعجزة دي في قلوبنا انك تملانا بالسلام الحقيقي والفرح. انت إله السلام يا رب. فرح قلوبنا بحضورك ووجودك يا رب. فرح بيوتنا بيك ووجودك في وسطينا. اطلب منه في بداية المؤتمر وفي أول اجتماع، قل له ملاني بسلامك الحقيقي، سلام الله الذي يفوق كل عقل. قل له ساعدني يا رب ان السلام ده يحفظ فكري وعقلي وقلبي قدام حاجات كتيرة قوي بقابلها في الحياة، مفاجآت وصدمات كتير زي ما كنا بنسمع، بس يقدر سلامك يحفظ فكري، يقدر يحفظ قلبي ومشاعري، يقدر يعمل كده. ساعدني اختبر الاختبار الرائع الجميل ده يا رب اللي انا محتاجه فعلا في الايام الصعبة دي. خلونا نصلي. سلامك فائق العقول في نوم مش ممكن يزول، مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام. سلامك فائق العقول في نوم مش ممكن يزول، مهما العدو حياتنا سلام. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. حتى انتهت رجلينا وروحك فينا وحوالينا بيرد انفسنا ويهدينا ويملى قلوبنا سلام. وحتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد انفسنا ويهدينا ويملى قلوبنا سلام. سلام سلام لشعب الرب كل مكان. سلام سلام لشعب الرب. سلام الله سبته، سلام الله سبته لينا، مش زي العالم تدينا. ومدام روحك شعبك دايما في سلام. سلام الله سبته زي العالم تدينا، ومدام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب. خلونا نصلي آخر نص دقيقة قبل ما نختم. صلي من فضلك. قل له أشكرك يا رب لأجل رسالتك.